شو أفضل طريقة تنغسل الخضرة والفواكه ونشيل البكتيريا منها؟ هي للماء، للخل، للملح. لازم نجيب معقم للفواكه والخضرة، والفواكه والخضرة بحاجة لمعقم خاص للأكل. ما لازم نستعمل صابون لأنه الصابون منه خاص للأكل، بسممنا. أما الدواء المناسب للفواكه والخضرة عادة تجي على شكل حبات أو على شكل ليكويد. الحبة عادة نستعملها كل حبة للترين من الماء. دايما ننتبه ونقرأ المعلومات المكتوبة على البرودكت اللي منشتريه، ننتبه على الوقت اللي لازم نحط الأكل فيه وعلى الكمية الدواء اللي لازم نستعملها.